الأموات ربما يسأل عنك أين فلان ابن فلان فيقولون إنه قد مات. الدنيا مسألة حسابية اجمع فيها الحب والوفاء واجعل اعتمادك فيها على رب الأرض والسماوات. وإذا ضاقت بك الدنيا ذات يوم فقل كما قال يعقوب النبي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها السادة الحضور الكرام، كما بدأنا بالقرآن الكريم نختتم أيضا بالقرآن الكريم، ختامه مسك القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
ربما لا تكرمون اليتيم ولا تحاسبون
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Thank you.
الفاتحة. يا ربنا بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار، وأنت العزيز الغفار، أن تجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية وصلة إلى أمة سيدنا رسول الله محمد وإلى روح الراحل الكريم الحاج أسامة سيد عبد الرازق حجاب. اسأل ربي أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية له في قبره، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني نقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. كما تقدم بوافر من الشكر والتقدير نيابة عن الحاج محمد سيد عبد الرازق حجاب، السيد المستشار إسماعيل عبد الرازق حجاب، والحاج رمضان عبد الرازق حجاب، الحاج محسن عبد الرازق حجاب، وباسم الغائب الحاضر رحمة الله عليه الحاج مغربي حجاب، باسم الحاج ربيع حجاب، والحاج محمد حسن حجاب وصاحب الدعوة الكريمة الحاج سيد حجاب والشيخ فرج حجاب، باسم آل حجاب جميعا يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا لأداء واجب العزاء. شكرنا أيضا للمؤسسة العالمية المتنقلة عبر الجمهورية أولاد يونس ببلاص محافظة القليوبية، قناة المهندس أحمد الجعبر العالمي للحفلات الدينية. أيها السادة الحضور الكرام، طبتم مطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.